81 اللي هي قضية مقتل السادات. وسبب وقفتي هنا النهاردة أنا وغيري الظلم اللي احنا ذقناه في السنوات السابقة في 81 وفي الثمانينات وفي التسعينات وفي الألفينات لغاية لما ربنا أكرمنا بثورة حلوة زي دي. تاني هيرجع أمن الدولة ويقول لك متابعة، ما احنا تابعنا 30 سنة قبل كده واعتقلنا منا اللي قاعد عشرات السنين. في 10 سنين ناس من أصدقائنا قاعدين في السجن معتقلين مش واخدين أحكام ولا حاجة وممنوعين من الزيارات، ما حدش فيهم كان بيزور أهله. ده كان قمة الجبر. ده غير إن أنا على مدى 11 إصابة لازال عندي إصابة بقالها 30 سنة ولا ذلك لسه موجودة فيا، فما بالك ساعتها كانت شكلها إيه؟ و11 إصابة بهذه الشكلة، وبالرغم من ذلك مفيش حد فينا طلع ولا جاب ضابط ولا ضربه بالنار ولا قلنا انفلات أمني. حرية يا اللي بتحلم بالحرية، يا اللي بتحلم بالحرية، يا اللي بتحلم بالحرية. العصابة هي هي، العصابة هي هي. هذا النظام اتصل بإخوانكم و حقق مع بعضهم وهدد بعضهم. أنا أتركه هكذا؟ لا. أنا أتركه يعود لكي يقتلنا؟ لا. الوحدة 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 الوحدة. بسرعة كده، بسرعة.